ما بين تنوع الانتهاكات أصبحت تذكر تعز، فالقتل والإصابات والتهجير وتفجير المنازل هي السمة الغالبة اليوم في المدينة، بحسب تقرير صادر عن المركز الإنساني للحقوق والتنمية للنصف الأول من العام الجاري. بلغت حالات القتل 495 حالة قتل موزعة كالتالي: قتل بقصف 225 حالة، قتل برصاص 99 حالة، قتل بقنص 59 حالة، قتل بالاغتيال 44 حالة، قتل بألغام 49 حالة، قتل بدهس 6 حالات، قتل براقع 4 حالات، إعدام 4 حالات، قتل بالتعذيب حالتين. في ظل ارتفاع معدل جرائم حرب الميليشيا، يبدو أن هذه المدينة ستشهد تقارير أخرى في جوانب لم تطرقها المنظمات حتى الآن، بينما تستمر الحرب التي تدخل عامها الثالث. حرمان التلاميذ من التعليم واستهداف القطاع الصحي وضرب منظومة الاقتصاد، انتهاكات لم تتطرق إليها غالبية المراكز والهيئات الحقوقية كما يجب، على الرغم من كونها جرائم فادحة لا تسقط بالتقادم. في ظل ارتفاع معدلات الانتهاكات في مدينة تعز وارتفاع حالة القتل والإصابة والاختطافات ضد المدنيين، أصدر هذا التقرير، وتقرير ويستمر القتل هذا اليوم، وسيصدر العديد من التقارير القادمة كي تعد ملفات قانونية متكاملة لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات وهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. تبقى الحالة مرهونة في تعز بما توثقه فرق الرصد من انتهاكات وتقدمه المنظمات على هيئة شهادات للتاريخ، ليتسنى للعدالة أن تأخذ طريقها ولو تأخرت. حرب وحصار ووجع تصدره الميليشيات الانقلابية وتوثقه المنظمات ومراكز الأبحاث، لكن ما هو ملفت الآن استمرار قيادة الميليشيات قطار الحرب الذي يطيح بكل ما يصادفه في هذه المدينة التي تغذيها الحوادث ولا ترحمها الأرقام المؤلمة التي تحرزها قوات الرئيس المخلوع والحوثي. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.